مساء الخير وإلى حلقة جديدة من منشات المساء. ضيفا هذه الحلقة رئيس حركة التغيير إلي محفوظ ونائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان عياش. الحكومة في علم الغيب، المتاريس صامدة، وفحص الدم السياسي قيد الاختبار. فإما يتمسك بتثبيت أمومة وأبوة هذا الوطن، وإما سيكون من دون هوية لقيطا تتقاذفه الأهواء السياسية والمصالح والحصص والتبعية إلى الخارج. فمن صمود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى مرارة التسوية التي يريدها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يقف حزب الله صامدا أيضا في موقفه الداعم لسنة الثامن من أذار، ما يضع الوضع الحكومي برمته في ثلاجة الانتظار. بالتزامن تتهدد البلاد أزمات اجتماعية واقتصادية جمة لم تعد المسكنات تكفي لمعالجتها، إنما تحتاج إلى الحلول الجذرية والإصلاحات. متى الإفراج عن الحكومة؟ ما مصالح الأفريقا في تأجيلها؟ وإلى أي مدى يستطيع لبنان الصمود؟ في منشات المساء لهذه الليلة نستضيف رئيس حركة التغيير إلي محفوظ، وستكون هناك مداخلة اقتصادية مع نائب رئيس البنك المركزي السابق غسان عياش. كل الترحيب بضيوفنا ومتابعينا عبر الفيسبوك مباشرة على صفحتنا Voice of Lebanon 100.5. مساء الخير استاذ إلي محفوظ، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اليوم السؤال الطبيعي، الوضع مثل ما عم يوصفه الرئيس امين الجميل عم يعتبر انه نتيجه تسويات الاستسلام، بتوصيف الرئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط التسويه المطلوبه على الرغم من مرارتها، بتوصيف رئيس الجمهوريه الازمه كبرت. اليوم اي توصيف هو اللي بيعطي فعلا الصوره الحقيقيه عن الازمه القائمه؟ خليني أنطلق من كلام رئيس أمين جميل لأقول بأنه بلبنان دايما وقت اللي بتوصلي إلى مأزق معين بدك تعملي مخرج، إما بيكون بانفجار أو بيكون بانفراج. هذا الانفراج هو بيكون نتيجة تسوية معينة، بس طبعا أي تسوية من المفترض أنها تكون متكافئة، بس صار لنا سنوات طويلة وقت اللي عم نروح على تسويات عم بتكون تسويات بين غالب ومغلوب نتيجة هيمنة ميليشيا حزب الله التي تحكم بقبضة من حديد انطلاقا من ترسانة الأسلحة يلي بتملكها. لذلك عم بتكون كل التسويات بالميزان طابشي لصالح حزب الله، ودايما عم نوصل إلى هذه النتيجة اللي وصلنا لليوم، لأنه صارنا تقريبا من سنة 2005 لليوم بكل الحكومات يلي تشكلت وقت كنا عم نعمل نوع من مساكنة مع حزب الله، وهذا أمر خطير ومرفوض كان من المفترض على قوى 14 أدار منذ العام 2005 تعلن وقف وشل الحياة السياسية في لبنان حتى إسقاط السلاح. لو تكلفنا، لو تكبدنا، لأنه نحن بالعمل تكبدنا. نحن خسرنا بيير جميل وأنطوان غانيم ووليد عيدو، وخسرنا جورج حاوي وجبران تويني، خسرنا كل هالنخبة من قادتنا من الانتليجنسيا من الصحفيين، زيد على ذلك خسرنا الاقتصاد يلي واصلين على مرحلة سنشهد فيه انهيار أكتر من كبير. وأنا ما عم كون متشائم، صحيح أنا محامي، ولكن اللي بيقرأ بخفايا الأمور المالية والاقتصادية بيعرف أنه البيت الداخلي اللبناني سينهار على كل اللبنانيين. هلأ قول رح يكون عندنا مداخلة مع النائب حاكم مصرف لبنان السابق الأستاذ غسان عياش، بس كنت عم بتقول أنه اليوم هذه التسويات كلها عم بتكون، عم بتأكد أنها كانت لأنها لا فيها غالب وفيها مغلوب، بس ولكن بعد النهج مستمر. يعني اليوم النائب وليد جنبلاط لما بيطالب التسوية على رغم مرارتها، ما بتشكل هيدي كمان خيبة أيضا يلي هو كمان من رموز التيار السيادة؟ صحيح، بس خليني أقول لك أنه بعض أحيان بتروحي على تسويات مش أنه مرغمة، بس بتروحي لأنه بتكون أفضل الشرور أو أهون الشرور مثل ما بيقولوا. وأنا هون دايما بطرح سؤال، هو أنه بالرغم من الإذعان اللي حصل بهذه التسوية،
شو كان البديل؟ أنه نترك الآخرين يفوتوا يتحكموا بمفاصل السلطة في لبنان؟ طبعا الجواب بيجي سريعا، ليش شو قدروا يغيروا من الداخل؟ بالعكس وصلنا إلى حافة الانهيار بلبنان. اللي حصل من سنة 1992 لتاريخ اليوم هو أنه ما أمننا حضور كياني وسيادي مثل ما لازم، نظرا لتهدم المؤسسات الكيانية. الاستابليشمنت المسيحية دمرت، بدنا نقولها بكل وضوح، سنة 1990 ونتيجة الطائف اللي حصل صار في عنا فئة غالبة وفئة مغلوبة. تطور هذا الأمور، تطورت هذه الأمور السلبية إلى حد وصلنا مكننا حزب الله أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالصمت عنه تارة وبالتطنيش أحيانا أخرى، أنه صار هو لائط مفاصل السلطة كلها بلبنان. اللي عملوه مع الرئيس ميشيل سليمان بآخر سنتين وثمانت شهور، عم بيحاولوا اليوم يمارسوه مع رئيس أصلا هني يعني صنعوا جزء من من هذا العهد. ولكن خلينا نقول بهذا الإطار، كان بدهم إياه على صورتهم ومثالهم، وبدهم إياه كانوا يتحرك انطلاءا من مصالحهم وانطلاءا من مقارباتهم السياسية. طيب خلينا أول شيء، يمكن يكون في عندهم خيبة كمان من أداء العهد، بس قبل ما نوصل لهذه النقطة خلينا نشوف، كنت عم تحكي عن انهيار اقتصادي مقبل، خلينا نشوف شو رأي نائب حاكم مصرف لبنان السابق الأستاذ غسان عياش. مساء الخير أستاذ عياش. مساء الخير. بداية السؤال الطبيعي، سمعت ضيفي كان عم يحكي كمان في انهيار اقتصادي، هناك أيضا أصوات دولية تحذر لبنان من السقوط، إلى أي مدى اليوم المعطيات عم تعطي هذه المؤشرات عن انهيار في الاقتصاد اللبناني الوطني؟ المؤشرات كلها مقلقة، بس ما بيعني هالشيء انه الانهيار حتمي. يعني بيضل في عنا فرصة انه تحصل المعجزة على صعيد الاداء الحكومي الدولي يعني. وتقدر تعمل برنامج اصلاحي وتبدأ بتنفيذه، يعني بمجرد ما تعلن برنامج اصلاحي موثوق وتقنع العالم انه هي جدية، وهذا الشيء بعد ما صار لهلأ جدية بتنفيذ هذا البرنامج، بصير في لجم للتدهور يعني. أما بالوضع الحاضر يعني أنا بقول إنه لبنان في عنده انهيار اقتصادي مقبل، أنا بقول لا ممكن، بس ما بدنا نقول مقبل يعني أكيد. بالوضع الحاضر في شي صار على الاقتصاد اللبناني من كل الميلات. النمو الاقتصادي 1%، يعني لما بنقول نمو اقتصادي 1% يعني خلق وظائف أقل من الأيدي العاملة اللي عم تفوت كل سنة على العمل على سوق العمل. في فقر عم بيزيد، هيدا النمو الاقتصادي هيك بيترجم. السنة صار في شيء يعني كان ناقصنا بعد، هو تضخم الأسعار نتيجة عدة عوامل بيناتها سلسلة الرتب والرواتب. مصرف لبنان كان قادر يعمل معجزة، طبعا نحن بنعرف كيف بتصير، بس انه هاي المعجزة انه كل التدهور اللي عم بيصير عم بيخلي نسبة التضخم والفوايد معتدلة. السنة فلتت من ايده، هلأ السنة يعني على صعيد سنوي 7% معدل التضخم بلبنان، يعني هو شيء كتير كبير، بمعنى انه المداخيل راح منها من قيمتها 7%. نعم. أسعار الفائدة هيدي محور الخلاف. نعم، هيدي بتأثر على التضخم، الفائدة بتأثر على النمو الاقتصادي، لأن إذا كانت الفائدة عالية مثل ما هلأ الاتجاه ماشي وعم تعلى كتير بسرعة، يعني أصحاب الادخارات بفضلوا ساعتها إنه يدخروا بدل ما يستثمروا، اللي عندهم أموال يدخروا بدل ما يستثمروا، هذا سيؤدي إلى نمو أقل. هلأ حضرتك أشرتي إلى موضوع الخلاف بين وزير المالية وبين حاكم مصرف لبنان. نعم، هذا الخلاف بيتكرر من فترة لأخرى، يعني لأنه وزارة المالية بهمة تكون أسعار الفائدة أقل، لأنه بتنعكس على عجز الموازنة باعتبار الدولة مدينة كبير، إذا كانت الفوائد مرتفعة فعجز الموازنة رح يرتفع. بينما مصرف لبنان بيريد انه الفوائد تكون عالية
من شان ما الناس يروحوا يقلبوا على الدولار او يسحبوا اموالهم من لبنان يحطوها برا. طيب خاصة هلأ في برا في ارتفاع بأسعار الزيت يعني. السؤال الطبيعي بهالتقلبات تبع الفوائد وما شابه، هل هناك المعاشات إذا بدنا نقول للموظفين في الدولة اللبنانية هل هي مهددة مثلا بعدم دفع؟ لا شوفي بدي أقول لك شيء يعني حتى تكون واضح قدام الرأي العام. في مطبعة بإيد الدولة بإيد مصرف لبنان بيقدر بأي وقت يطبع مصاري بالليرات اللبنانية ويعطي. هلا بيكون هو عم بنقص لك قيمتهم لانه اذا بده يطبع معناتها قيمه هالعمله هي اللي عم يدفعها اقل، بس ما بينعلن افلاس يعني ما بتوقف الدوله قدام موظفين بتقول لهم نعتذر ما معنا مصاري تعال لكم معاشات، ما رح نوصل لهم. بيشغلوا المطبعه وبيطبعوا، انما مستوى المعيشه بينزل. الخطر على الدوله من الافلاس يعني وانه تقدر ما تقدر تسكر ديونها هو الظاهرة الخطيرة اللي موجودة عندنا، هي الديون الكبيرة على الحكومة وعلى مصرف لبنان بالدولار. يعني في التزامات كتير كبيرة بالدولار نتيجة سياسة من زمان مشوا فيها وهي غلط، الاستدانة بالعملات الأجنبية لأن الفوائد عليها أقل. فإذا كان ما بقي عم يجي دولارات من الخارج لتغطية حاجات الحكومة ومصرف لبنان بالدولار، ممكن توصل الدولة تقول ما معنا دولارات ندفع لكم ما معنا مصاري. مشان هيك عم بيكون في عنا أزمة سيولة اليوم. هلا أزمة السيولة يعني هي ناتجة عن ارتفاع الفوائد بلبنان، لأنه مصرف لبنان بده يحافظ على عم بيجرب يستدرج يعني معك حق عم بيجرب يستدرج دولارات من الخارج، عم يرفع سعر الدولار المحلي خاصة برا عم يطلع يعني بأمريكا عم يطلع الدولار يعني بيبقى في 2.5 في 3% صار هذا أرقام ما كانت موجودة. ما في لبنان يعطي 3% بده يعطي أكثر. ف في دفع يعني في رفع لأسعار الفوائد على العملات الأجنبية، وكمان مفروض انه يصير في رفع فوائد على الليره اللبنانيه، لانه اذا كان الفايده على الدولار اكبر بيقول لك الواحد انا بروح على الدولار فايده عاليه عليه وهو عمله مضمونه اكثر من الليره. فهيدي يعني عم بتدي الى ميل العالم انه تدخر. سؤال اليوم المطروح بإلحاح، زيارة وفد جمعية المصارف إلى نيويورك وواشنطن ومحور العقوبات الأمريكية، كان في زيارات مماثلة في السنة الماضية وشفنا شو النتيجة، اليوم شو الجديد فيها هذه الزيارات مما تخشى المصارف؟ لا المصارف بهم أن تحافظ على علاقة دائمة مع المراسلين يعني المراسلين، لأنه ما فيها تشتغل شيء المصارف على الصعيد الخارجي الا عن طريق البنوك الخارجيه. نعم. وخاصه البنوك الامريكيه لانه كل العمليات الخارجيه بالدولار. نعم. فبيحبوا هن انه يروحوا يحكوا مع المراسلين ويقولوا لهم نحن ملتزمين بالقرارات اللي اتخذتها الحكومه الكونغرس الامريكي القانون، وبالتالي نحن ما في عندنا يعني نحن محافظين على يعني يعني عم تطمين للمصارف انه نحن نمشي. وكذلك بيتصلوا بدوائر القرار الامريكي لقالوا له نحن سمعا وطاعا، ما فينا نلومهم، المصارف مجبوره ان تنفذ تعليمات امريكيه مش لانه هي خاضعه للقانون الامريكي. نعم. لا منا خاضعه، بس المراسلين اللي بنشتغل معهم برا هن خاضعين للقانون الامريكي. نعم. استاذ غسان عياش، العقوبات هي تصاعديه في المبدا وكما تعلن الاداره الامريكيه. نعم. هل برايك اليوم مصرف لبنان المركزي هل سيكون مجبرا في وقت لاحق على اصدار تعاميم اخرى تلزم المصارف باجراءات معينه؟ لحد هلا في تعاميم بتقول فيها انه مجبورين يعني ينفذوا القانون الامريكاني مثل ما هو. اذا اقتضى الامر تعاميم اضافيه اكيد بده يصير في توضيح. يعني هلا في قانون جديد طلع. نعم. هو نفس اطار القانون القديم ولكن وسعوا له البكار، يعني الاداره الامريكيه فيها تزيد لمن بدها
اسماء اشخاص ومؤسسات عليه. فقصه انه مصرف لبنان يطلع تعميم ولا ما يطلع تعميم، الحقيقه موضوع منه مهم. اذا كان اقتضى صدور تعميم بده يطلع تعميم، بس العبره انه نحن شو بيقرر الكونغرس الامريكاني بدنا ننفذه هون، يعني حتى ما نتفلسف ونعتقد حالنا انه نحن فينا نكبر راس. لا ما فينا نكبر راس، اذا بدنا نكبر راس مصارفنا اللبنانية ما بتعود تقدر تعمل عمليات خارجية، يعني ما بعود فينا نستورد، ما بعود فينا نصدر. شكرا لنائب حاكم مصرف لبنان السابق الأستاذ غسان عياش على هذه المداخلة ضمن مانشيت المساء لهذه الليلة. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو رئيس حركة التغيير الأستاذ إلي محفوظ. بدك تعلق شيء قبل ما نرجع لموضوع السياسي؟ كلام موزون واضح صادر عن شخص بيفهم بالقوانين المصرفية المحلية والدولية، وأهم ما قالوا أنه ما يكبروا الراس. وأنا برأيي أصحاب المصارف عنا ومصرف لبنان واعيين لهذه النتيجة. المهم حزب الله يعرف بأنه هذا الموضوع أكبر من حجمه وبده يتواضع شوي صغيري بهذا الموضوع، أحلى ما يكسر الدنيا عراسه وعراس كل الناس. هلأ اليوم حزب الله هو الذي يمسك بالملف الحكومي من كل جوانبه. امبارح رئيس الجمهورية كان عم بيقول بدنا نعرف من هي أم لبنان لنعطيها هاللبنان. خلينا نقول الرئيس عون، منبلش من هون، من قصد برأيك عنده ضمنيا اتهامات لأحد بالعرقلة؟ واثنين، هل برأيك عم بيحضر لمبادرة ما على الصعيد الحكومي؟ أو إذا بدك كمان فيك تقول أنه تشبيهه لسليمان الحكيم ما كان في محل بإيجاز. ولا أرسم لك الخريطة لوصلك للنتيجة اللي نحن رايحين عليها. صار في إشارتين إيجابيتين خلال الأسبوع الماضي. واحدة أطلقها رئيس الجمهورية وقت اللي استعمل عبارة سليمان الحكيم. الإشارة الإيجابية الثانية اللي حكي عنها الرئيس المكلف وقت الحكي أنه يعني بدنا نوصل إلى تشكيل حكومي. اللي أحبط هاتين الإشارتين الإيجابيتين هو إطلالتين لقياديين بحزب الله، واحدة عملها نبيل قووق والثاني عملها النائب حسن فضل الله، نسفوا أي بادرة أمل وأي إيجابية بهذا الإطار وردوا الأمور إلى نقطة الصفر. وهذا دليل شو؟ دليل أنه حزب الله منذ اليوم الأول عم بيقول يا جماعة يا بتخضعوا لي يا ما في حكومة. بس كمان في إشارة تانية بدي أقولها، أنه حزب الله بيعرف أنه اليوم مش مثل مبارح، وأنه اللعبة يلي كان يستعملها عملية التخويف والكر والفر اللي كان ينجح فيها بإخضاع رؤساء الحكومات اللي كانوا يتكلفوا ليقبلوا ويذعنوا بمشيئته ما بقى تزبط. طيب لسبب انه رأعطي بس اشارة بسيطة، سعد الحريري اليوم لا يمثل سعد الحريري لحاله، عدا عن الاحاطة السنية اللي صارت الى جانبه، هناك الكنيسة اللي عم بتغطي حراك سعد الحريري، هناك احاطة لبنانية جامعة حد سعد الحريري بالتوجيه بقرار لسبعين دولة وقت اللي كان موجود بيناتهم بفرنسا منذ أسبوعين سعد الحريري ورجع بهذا المنحة. في رفض دولي عارم، ممنوع حكومة تتشكل تخضع لحزب الله. هيدي كانت تسرى من سنة ومن سنتين ومن ثلاثة لورا. منذ اليوم فصاعدا حزب الله عم يقفل نجمه شوي شوي، مش لأنه نحن هالقد قوية، لأنه ورط حاله بملفات كتير كبيرة وهو رايح على نقطتين كتير مهمين بمسار حياته الاستراتيجية. طيب. ووجوده قرار المحكمة الدولية مش باطل جاي والعقوبات الأمريكية. طيب خلينا نقول بعدك عم بتقول أنه الرئيس سعد الحريري لحديث هلأ أنت مش معتبره وحيد بالمواجهة، حواليه في كتير ناس عم بيساعدوه، ولكن أنا بدي أقول لك أنه رئيس الجمهورية اليوم حزب الله يمسك بالورقة، مزبوط. حزب الله اليوم فرض على رئيس الجمهورية أول شيء التراجع عن موقفه الداعم للرئيس الحريري عمليا. اثنين، حزب الله فرض على الرئيس المكلف سعد الحريري وقف تشكيل الحكومة بفرضه العقدة السنية، وخلى كمان العقدة تكون سنية سنية وليس سنية شيعية. جواب وموضوعي واقعي. اللي عم يدفع الثمن مما يجري ليس سعد الحريري، ومش دفاع عن سعد الحريري، والسبب في مثل باللبناني بيقول اللي عم بيت أهله عم أهله.
سعد الحريري اليوم هو رئيس حكومة مكلف وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، لا إحراج ولا إخراج لإله، قاعد ببيته عمهله، منه محرج. اللي محرج هو اللي وعد الناس بالمن والسلوى وقال لهم الحكومة الجاية، يعني اللي بيقصد فيها الحكومة هي حكومة العهد الأولى، ورح تشوفوا شو رح أعملكم. أنت هون عم تحكي كأنه بس المسؤولية على العهد، يعني أنا أنه الأحد هو العهد هو المحرج، لأنه بعد لحديث هلا من بعد سنتين أول شيء ما في شيء اسمه عهد، العهد هو 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 كونتكست كتير كبير، ما في شيء اسمه عهد، في شيء اسمه رئيس وفريق عمله. الرئيس الجمهورية مع فريق عمله وصلوا الأمور إلى هذه المستويات لسبب أنه هني زرعوا علاقات وتحالفات من مرم خيل وصولا لمبارح. طيب بالنهاية حزب الله عم بيقول لهم لا رئيس جمهورية وفريق عمله، انه يا شباب انا عطلت لكم البلد 15 سنه، انا خليت سعد الحريري يفوت على البيت الابيض رئيس حكومه ودهرته رئيس حكومه تصريف اعمال، انا بثلاث حكومات في حكومه وقفت 11 شهر يعني كرامه الصهر. عم بيهدد رئيس الجمهوريه كمان انه على مواقفه. انا ليش عم اقول هالشيء؟ لقلك انه اجى اليوم بده يدفعوا الفاتوره، ما ننبسط بوقتها كانوا يعطونا 10 و11 وزير. شو هي الفاتوره من يعني؟ فاتوره هي التعطيل، او بتكونوا مثل ما انا بدي اياكم تكونوا، او لا بتكونوا ولا بيكون لبنان. هذا اللي عم نقوله اليوم. طيب. هلا معناتها هون في مكان ما العهد كان عم بجرب يعمل تميز بسياسته عن حزب الله. شوفي جرب يتزاكى على حزب الله ما جرب يعمل تميز، معناتها حزب الله كمان انزعج من هذه من اداء العهد. طبعا طبعا، ورح اقول لك اكثر من هيك، حتى رئيس الجمهوريه اليوم اذا قرر انه يتبنى هو نظريه انه هو ام الصبي ويتنازل عن المقعد السني الوزاري من حصته ليعطيه لأحد سنة حزب الله، هذا الأمر أيضا سيزعج حزب الله. أوعك تفكري أنه العقدة ستكون فقط متمحورة حول هذا الموضوع. أنا بدي أقول لك قبل ما نقول هاي النقطة، خلينا قبل عبتلي معناتها أنه في عقدة تانية عم بيخبيها. أنا بلشت حديثي عم أقول لك إما حكومة يمسك بها حزب الله بكل المفاصل أو لا حكومة فلتكن فوضى عارمة. وإذا بتسأليني بقرارة نفسي ما عم بتنبأ، أخشى ما أخشاه أن نكمل الأربع سنين من عهد رئيس الجمهورية بحكومة تصريف أعمال برئاسة سعد الحريري. أربع سنين؟ ممكن يكون هذا الكلام يفاجئ كتار، بس اللي رايح بمشروع وبعني في حزب الله ولا لحظة من سنة 2005 لليوم شفنا حزب الله قارب الملفات الكيانية والسيادية واللبنانية بمصلحة لبنانية، دايما كانت إما مصلحة سورية وإما مصلحة إيرانية. أكثر من هيك أنه يعني في أبشع من الصورة اللي قدم لنا إياها خلال معارك جرود عرسال، وقت اللي سهر على وقت السهر على إخراج المنظمات الإرهابية. طيب أنا ما بنسى كمان بمخيم نهر البارد وقت اللي ربط السيد حسن نصر الله وقال إنه المخيم خط أحمر. معلم ما بدنا نخون ذاكرتنا، خلي ذاكرتنا دايما وعي بهذا الإطار. بتوضح عم قلك اليوم نحن أو حزب الله يمسك بمفاصل السلطة من خلال حكومة هو بيقرر شكله وإطاره ولونه أو لا حكومة. طيب خلينا نقول قرر هيدا حزب الله شو بده أي حكومة. أنا بدي أوقف هلأ عن موقف الرئيس المكلف سعد الحريري قدموا العقدة السنية، لا لقاء ولا موعد، هي أول شيء مع النواب السابق. طيب أنا رح أكشف عظيم. عندك رح أكشف سر عندك. إيه؟ ما بعرف إذا الناس بتعرفوا أو ما بتعرفوا، وقت اللي طلبوا الشباب موعد من قال لهم فيكم تجوا إفراديا دائرة عدا هيك كان في إنه أهلا وسهلا باللي بيحب يجي لعندي عبيت الوسط بشرط حدا منكم بيطلع بيقري بيان برا بيعلن فيه الانكفاء والانسحاب من ملعب التشكيل الحكومي، هذا الشرط الوحيد اللي كان. أما أنه بستقبلكم فرادة وما في شيء رح يغير بالموضوع. طب بس لحديث هلأ العقدة السنية قائمة وثابتين على مواقفهم لأنه متسلحين بموقف حزب الله، معناتها هون المواجهة صارت مباشرة بين الحريري وحزب الله عمليا. الموضوع بطل معلق بشخص سعد الحريري. سعد الحريري اليوم حمل من قبل البيئة يلي هو منها يلي هي البيئة السنية، بتبلش بدار الإفتاء وما بتخلصي بخالد الظاهر بآخر عكار، بلغوا لسعد الحريري انه هي
هيبة رئاسة الحكومة السنية في لبنان، بدنا نقولها مثل ما هي لأنه هذا بس بمطلق الأحوال أصبحت على المحك. طيب الرئيس الحريري لحديت هلا منه قادر يفتح مواجهة مكشوفة مع حزب الله، لو قالوا له هالكلام هيدا، بس لحديت هلا شفنا مواقفه عم تتسم بالاعتداء إذا بدنا نقول، وما عم بيكون في عنده هالتصعيد القوي تجاه حزب الله باستثناء أنه وقوفه عنده موقف أنه لا توزيع لسنة 8 أدار، ما قدر يفتح مواجهة مع حزب الله، ما قدر يكسر الجرة مع العهد، وعنده بالأساس إرث طويل من التنازلات. شو اللي بيمنع اليوم أنه كمان الرئيس الحريري يقدم تنازل جديد في هذا الموضوع لإنقاذ التسوية أقله؟ ما بدي جرد الرئيس الحريري من قراره الذاتي بهذا الإطار، بس بدي أقولك أنه يوم المعطيات تختلف عن سابقاته وقت كان عم بيقدم هذه التنازلات، واللي أشار له فخامة الرئيس بمعادلة مين أم الصبي، مش بس سعد الحريري، كل 14 أدار كانت دايما تنبري عند تشكيل الحكومة تقول نحن أم الصبي خايفين على لبنان، مش هيك تنازلات. صحيح وحقه، بس الوضع اليوم مختلف تماما. أنا ما عم قلل من خطر حزب الله ولا من قوة حزب الله المتمادية ولا من طفرة القوة اللي عنده إياها، ولكن الظروف الكبيرة الضغط عليه واللي خلت السيد حسن نصر الله بآخر إطلالة لقله لأول مرة يمكن بخلال سنوات طويلة لا يتمالك نفسه شو اسمه كان هجومي السيد حسن، مش بس هجومي، ولا مرة كان يتطول، ما خلى بطرك وما خلى مطران وما خلى رئيس وما خلى وزير وما خلى حدا بالدولة اللبنانية. هذه إشارة واضحة لأنه هو عارف حجم الضغوطات القادمة على لبنان، وهو إذا بده يواجه العقوبات بيواجهها لحاله، وجاي حكم المحكمة يلي نحن ناطرينه من زمان. وأنا بدي أتمنى يعني نحن مبارح استذكرنا ذكرى استشهاد روني معوض وقبله استذكرنا بيير جميل، أنا بتمنى من بعد ما أثبت القضاء اللبناني بملفات الشخصيات اللي تم اغتيالها، أنا بتمنى ينعمل محكمة دولية لكل هذه الشخصيات، لأنه الواضح أنه نحن مش قادرين نطلع أحكام ونرد حق هؤلاء الشهداء مطرح ما هن. اليوم من بعد ما عرضنا شو عنده خيارات الرئيس المكلف سعد الحريري؟ الخيار الأول اعتذار. هو لا مش وارد موضوع الاعتذار، منه وارد لعدة أسباب. لحظة اللي بيعتذر سعد الحريري ساعتها تسقط التسوية، لأنه التسوية قامت على هذه التبادلية، أنت رئيس جمهورية وأنا رئيس حكومي، فإذا أحد أعمدة هذه التسوية سقط أو انكفأ أو انسحب أو اعتذر فتسقط هذه التسوية. وأنا برأيي على علاتة هذه التسوية اليوم بدك تحافظي بالحد الأدنى على ما تبقى من هيبة الدولة اللبنانية. طيب هيدا أول خيار مش مطلوب مش واردة. شو الخيار الثاني؟ الخيار الثاني هو أنه يطل رئيس الجمهورية ويحكي عن الموضوع أم الصبي ويقول أنا بتنازل من حصتي، بس كمان أخشى ما أخشاه أنه قد تصل رسائل خلال الساعات أو وصلت رسائل بأطر رسمية وسرية إلى قصر جمهوري بتقول لرئيس الجمهورية أنه لا هذا الموضوع نحن تحت ذريعة أنه ما بدنا نكسر هيبة الرئيس، لأنه أصلا بدهم يضلوا حاطين هيدي الذريعة لأنه ما بدهم حكومة بالشكل اللي هن بدهم يعني بدنا حكومة ممانعة. كلمة ممانعة أنا برأيي فضفاضي، بدنا حكومة بتشبه حكومة غزة، بدنا حكومة يحكم عليها الولي الفقيه. هل رئيس الحريري مستعد لترأس حكومة بهيدا الشكل؟ أبدا، ما مشان هيك عم نقول نحن هذا التعطيل الكبير، هذه العرقلة الكبيرة يلي يقف وراء حزب الله يخطط إلى اللي عم نقوله، إما حكومة بيمسك فيها أو لا حكومة. ليش لا حكومة؟ ما بدنا نصدق نقول ليش أفضل له ما يكون في حكومة؟ لأنه المواجهة اللي رايحين عليها إذا كانت هذه الحكومة فيها 10-10-10 خلينا نقول، يعني ما في فريق بيملك التلت المعطل، زيدي على ذلك بالرغم من أنه فريق رئيس الجمهورية ومن معه هن من فريق 8 أدار ومحسوبين على حزب الله ومن النظام السوري، بموضوع العقوبات الكبيرة ما بيقدر رئيس الجمهورية يعني إلا ما يكون مع هذه العقوبات بمواجهة حزب الله، ما بيقدر لأنه بورط الجمهورية هو عارف هذا الأمر، مشان هيك وكأنه في مصلحة تبادلية بإبقاء الوضع على ما هو عليه. وأنا مش عن عبس قلت لك الله يستر ما تبقى حكومة طرف الأمال حتى نهاية هذا العهد. طيب بس اليوم إذا بدنا نحكي بالدستور رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هن مسؤولين عن تشكيل الحكومة، ليش لحديت هلأ ما أخذوا قرار بموضوع تشكيل الحكومة طالما اثنينهم دستوريا هن مسؤولين عن هيدا الموضوع؟ ما عندهم إمكانية؟ خليني ما عندهم أدوات؟ خليني أقول في خشية
وفي خوف وفي تردد. الخشية هي أنه حزب الله أنه ما يشارك، وأنا ما بدي أفشي سر، يمكن حضرتك طبعا مطلعة وبتعرفي، نحكى كتير بأروقة دولية بأنه انتبهوا يا لبنانية، هذا الحزب يلي صنف إرهابي ما بقى يقدر يكون ضمن التنظيم التركيبة التنفيذية بالسلطة اللبنانية، ممنوع يكون داخل الحكومة. وكأنهم بنا يقولون نحن عرفنا بهذا القرار، مش هيك نحن عم نعطل هيدي الحكومة، لأنه أنت بكرة كيف بدك تقعدي مع ناس أساميهم ممنوع يفوتوا على صراف آلي، ممنوع يحملوا كريدت كارد، ممنوع يفوتوا يأكلوا بمطعم ويدفعوا بالكريدت كارد، ممنوع يمكن نجي على وقت يفوتوا يستعملوا المصارف اللبنانية. هذه العقوبات خطورتها وعواقبها أنه بتطال من آخر ممرض بمستشفى الرسول الأعظم حتى أعلى الهرم بحزب الله. ومش رح تطال بس هول الأشخاص، رح تطال كل الناس يلي بيساعدوا حزب الله، تجار، كل حدا بيتعاطى مع حزب الله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نعم. مشان هيك عم نقول أنه حجم الأزمة هالقد كبير وهالقد معقد، الموضوع منه ست نواب سنة محسوبين على حزب الله هن معرقلين. يعني أنت هون عم تربطها بالبعد الإقليمي والبعد الدولي، من هيدا الواقع، هيدا الواقع. طيب بس اليوم سمعنا بأحاديث هذه الجمعة وكأنه في مواقف كانت عم بتقوله للرئيس الحريري منه عاجبك فيك تفل، عنا البديل، وأيضا أنه عم بيستعدوا لإعادة البحث باتفاق الطائف. هل هيدا الكلام للضغط، لمزيد من الضغط، أو بتعتبره جس نبض تيشوفوا أنه هل يمكن تغيير اتفاق الطائف، هل يمكن تعديله؟ في منحة كان عند حزب الله بسنوات السابقة أو بلشت تبرز من بعد طفرة القوية اللي فرضها بالقمصان والسود بسبعة أيار. نعم. بتقول بأنه نحن اليوم بعز قوتنا اللي قادرين نحصله كشيعة بلبنان داخل المنظومة الحكومية ومنظومة الدولة، ما رح نقدر نحصله بعد سنة وسنتين وثلاثة. نحكى عن سلسلة من القوانين أو سلسلة من التعديلات اللي بدون يعملوها داخل التركيبة، تركيبة الدولة اللبنانية. كان عم نحكى أنه بدون يستحدثوا شيء اسمه منصب نائب رئيس جمهورية، بدون قيادة الجيش، بدون حكمية مصرف لبنان. موضوع المتالتة وموضوع تغيير الطائف أو تعديل الطائف أو نصف الطائف منه بالأمر السهل. خلينا نقول على الأقل ما بتحس الأجواء اليوم مهيئة بدك مجلس، أنه هو بدك السلطة. مجلس نواب، سؤال، هل اليوم الأكترية النيابية بتتجرأ بمن فيهم اللي بيشتغلوا عند حزب الله، بمن فيهم التيار العوني، بمن فيهم كتلة المرضى، بمن فيهم؟ بس كمان حتى بالممارسة إذا بدك تجي تشوف حتى التيار العوني عم يعمل ممارسات أيضا هي تجاوزت الطائف. صح. فإذا شو بعد بيمنع أنه بعد في ورقة التين هي؟ لا مش ورقة التين، في بدك يعني مثل واحد مصادر لك بيتك صار له 30 سنة عم بيحط لك الفرد براسك ويقول لك اكتبي لي سك الملكية معك، بس هو مصادر البيت. نحن هيدا وقعنا اليوم، ما رح نوقع، ما رح نكتب لهم هالبيت باسمهم. بده يجي نهار هيدي الامبراطورية اللي بنيوها بلبنان، امبراطورية السلاح وترسانة الأسلحة اللي موجودة بالمستودعات بدها تنهار. وأنا تصوري مش عم بيحكي ولا عم دغدغ مشاعر، لم يعد حزب الله بالقوة اللي كان وهمنا فيها خلال سنوات طويلة، وضعه اليوم لا يسمح له بأنه يتشارط علينا. ورح لك أكتر من هيك، لو حزب الله اليوم قادر يفرض شكل الحكومة وإطار الحكومة مثل ما هو بده كان فرضها، قادر يعطل، إيه بيقدر يعطل ومعطل، بس قادر يغير أو قادر يعمل حكومة مثل ما هو بده منه قادر. لو قادر كان عملها مثل ما عمل بالسنين السابقة. نحن كنا نشوف يحط شرط، يحط سقف، يقول يا بتعملوا البدية يا ما في حكومة. بس ما هي كانوا يرضخوا ولا وما زال عم يرضخوا. عظيم. بس لحديت هلا برجع بقول لك يعني انت اليوم الرئيس الحريري عن شو عم بيراهن عمليا للي بعده وقف بهيدا ثبات الموقف. اول شيء عنده ثلاث اساسات او ثلاث عواميد يعتمد عليهم الرئيس الحريري. واحد، الدعم الدولي الصريح والكبير، واللي تظهر باللقاء اللي انعمل بفرنسا من خلال اسابيع كان في 70 رئيس دولة. اثنين، الاحاطة السنية اللي ما كان لها مثيل امبارح وجه لواء أشرف ريفي يلي نحن بنعرف انه في كان خصومي هو الرئيس سعد الحريري، حتى الرئيس نجيب ميقاتي يلي هو بخصومة سياسية مع الرئيس سعد الحريري زيد عليهم دار الافتاء. وثالث شغلة وهي الاهم، هو انه نحن اليوم مش قصة مراهنين على الخارج، بس لانه وضع حزب الله لا يسمح له، راي على عقوبات وراي على محكمة دولية. بس انا لما هول ثلاث امور ايه؟
نعم. لما بدنا نسمع وزير خارجية الفاتيكان بيقول للوفد النيابي يلي التقاه هديك الجمعة بيقول له الأسد الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيبقى في الحكم، رح يقول له لا عودة قريبة للنازحين والمجتمع الدولي لا يريد إعادتهم إلى دمشق، وبيقول له كمان خود علم أنه عندك نفوذ إيراني موجود في لبنان، وكأنه في نوع من تسليم المجتمع الدولي بكل هذه الضغوطات يلي عم بيواجهها لبنان. بعد في خيارات أخرى للرئيس الحريري بتخليه أنه مع كل هالمحاصرة. أنا مش من باب أنه طبعا رد على خارجية الفاتيكان، بس كمان بدي أقولك أنه من يمنع عودة اللاجئين السوريين هو بشار الأسد، وترجم هذا الأمر من خلال إقرار قانون عشرة. اسمه القانون رقم 10. نعم. واضح أنه المخطط يهدف إلى بشار الأسد. ما بقى بده يحكم سوريا بعشرين مليون، بده يحكم سوريا باثناشر مليون أو بعشرة مليون. اثنين، واضح في عملية إقصاء عرقي وديني ومذهبي، لأنه معظم اللي هجرون أو اللي هشلوا من سوريا أو اللي هربوا من سوريا هن بينتموا للطائفة السنية. الهدف كان من الأساس، وهيدا حلم يدغدغ حافظ الأسد من أيام حما وحلب، أنه يعلي نسبة العلويين اللي موجودين لتصير على الأقل يعني متقاربة من النسب الأخرى للطوائف الأخرى. المشروع اليوم هو أنه ليه بده يرد 8 مليون سوري على سوريا؟ هول كلفتهم عالية جدا، هول مش لقلو، هول ممكن يعملوا له أزمات بسنة وبسنتين وبثلاثة وبأربعة. واضح انه بيت الاسد يعني عندهم هيدا الهاجس، وهن بالرغم من انه يعني بيدعوا العلمنة بنظامهم البعثي، ولكن اكثر نظام مذهبي اللي هو نظام العلوي، ويحكم باسم العلويين حتى بالترجمة العملية. اثنين، بالنسبة للي عم بتقوله الفاتيكان، اذا هالقد الفاتيكان معتلمي هذه الوقائع، يشمروا عن زنودهم وينزلوا على الساحة اللبنانية وشرفوا يساعدونا. ما بدنا بقى حدا ينظر علينا من بعيد. وانا رح قلك اكتر من بس هيك، كأنه عم وقت البشير جميل بالاشرفية بلش هو وثلاثين شاب، لا الفاتيكان ولا السعودية ولا امريكا ولا فرنسا، شمر على زنوده ووقف بوج الدباب الفلسطينية والسورية. مرسي للفاتيكان ومرسي لأمريكا ومرسي لكل دول العالم. نحن بنعرف كيف نحصل حقوقنا، ولو بدنا نرد على الفاتيكان وعلى كل دول العالم كان الفلسطيني اليوم قاعد بالأشرفية هون مطرح ما قاعد أنا وياكي. فلا، نحن بنعرف حقوقنا وبنعرف واجباتنا، وهي الأرض لقلنا، وما حدا بينظر علينا بهذا الموضوع. أما بقاء بشار الأسد إذا باقي أو مش باقي، إذا هني شايفين بشار الأسد يوم حاكم بسوريا، شايفين إنه سوريا بألف خير، أنا بدي أقول لهم معلش يروح يشوفوا قديش من الأراضي حكمة. بس نحن اليوم كمان ما تنسى أنه العلاقات مع سوريا عندك إياها أمر واقع، يعني الرئيس نبيه بري عم بيقلك أنه عودة النازحين تحتاج إلى علاقات مع سوريا عمليا، والرئيس الحريري شفناه كمان في مثل علمونا إياه بالمدرسة كان يقول بالفرنساوي، رح أضطر أقوله، بيقول كي peut le plus peut le moins، اللي بيقدر يعمل هالقد بيقدر يعمل هالقد. طيب إذا هالزلمة نحن عم نشكك بأنه لا هو قلبه كبير وبده يرد المليونين نازح أو مليون ونص نازح، قديش من القيادات بتحج على سوريا؟ ما حدا منه نسترجى يسأل عن المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية. في عنا اثنين رهبان أنطونيين، في عنا بطرس خوانت، في عنا 750 معتقل بالسجون السورية، وهذه قضية بدنا نضلنا نذكر فيها. إذا ما عم يعطينا جواب عن هول، بديك إياه يسأل عن مليون ونص سوري اصلا ما بده اياهم. فبالنسبه للعلاقات اللبنانيه السوريه، ايه نحن دولتين رابعة بعضنا، بس للاسف مش من اليوم، من ايام والي عكا لليوم نحن كل مصايبنا بتجي من هذه الارض اللي اسمها سوريا كل عمره، مش من اليوم. واللي بده يخاف يقول هيدا الحكي يصطفل، ما اجينا شيء من سوريا. حتى من ايام الرئيس كميل شمعون كانوا كم مرة، إذا بتراجع التاريخ كم مرة هني أقفلوا الحدود تجاهنا، نحن ولا مرة أقفلنا الحدود. كم مرة هني اعتدوا علينا، نحن ولا مرة اعتدوا علينا. أستاذ إلي محفوظ، اليوم مع التحديات الكبيرة، الأزمة الحكومية ستطول، بعدك عم بتقول هيدا الشيء، الخيارات لحديت هلأ منا واضحة، وناطرين رئيس الجمهورية أساس هو مثل ما عم نقول المصادر بتقول قد يخرج بحل، ولكن أيضا ما رح تنتهي هذه الحكومة. حتى ولو تم تشكيل حكومة، برأيك الشخصي هل هذه الحكومة ستكون منتجة أو كيف؟ بظل هذه الأجواء، أو نحن هلأ نحكى كتير عن أشكال حكومة، هل نحن عم نمهد لحكومة تانية غير حكومة وحدة وطنية؟ هل الرئيس الحريري بفضل يكون في حكومة اختصاصيين تكنوقراط أو ما شابه؟
أو شو؟ كل اللي حضرتك تفضلتي فيه لن يؤدي إلى أي نتائج ملموسة على الأرض طالما هناك ميليشيا تهيمن على الواقع السياسي في لبنان. بس أنا خليني أقول لك أنه شكل الحكومة بيتقرر انطلاقا من رغبة حزب الله لوين بده يروح. آخر فرصة لحزب الله ليقدر يحصل أكبر عدد من المكاسب لقاله داخل المنظومة السياسية في لبنان، داخل الشرعية اللبنانية. هيدي آخر فرصة لقاله، لأنه بيعرف بعد بتشك أنه حزب الله ما بده حكومة وحدة وطنية، بده حكومة وحدة وطنية بالاسم، ولكن بده يكون الريموت كنترول بإيد السيد حسن نصر الله يحركها مثل ما هو بده بكرة. طيب بدي أسألك بس سؤال. ما هو كمان بحاجة لهذه الحكومة وبحاجة للرئيس المكلف للتغطية قدام المجتمع الدولي. إذا كان وزير العدل أو وزير المال أو أي وزير آخر موجود بهذه الحكومة وضد سياسة حزب الله وضد سلاح حزب الله، بكرة كيف بده يتعاطى مع القرارات الدولية؟ بدها تنقسم الحكومة، وأنا أخشى ما أخشاه أنه هذه الحكومة تسبب، هي إذا إجت على هذا الشكل تسبب الانفجار الكبير بلبنان اللي بيشبه انفجار 1975 وتنقسم كل المؤسسات في لبنان. برأيي اليوم بالوضع الراهن نحن بعضنا على الأقل محافظين بالحد الأدنى على المؤسسات. أخشى ما أخشاه إذا تشكلت حكومة بده إياها حزب الله بتناسبه بتوافقه بيقدر يمسك فيها، أنه ينفجر الوضع من الداخل، وهناك الخطر الكبير على كل ما تبقى من هيبة سلطة وهيبة دولة. في ما بتحس أنه حكومة بتكون يعني مع الصيغة التي يريدها حزب الله لما بيوصل لهالنقطة هي، معناتها على الصعيد الأكبر من كان على الصدام القائم بين أمريكا وإيران بده يكون صار في تسوية محددة لحتى وصلنا لهذه النتيجة. أنا خوفي، نحن ربطناها بالشأن الإقليمي والدولي، أنا خوفي من هلأ ورايح إيه؟ منسوب الخطر عم بزيد، ممكن نرجع ل يعني أزمات أمنية، إن شاء الله لا، ممكن نرجع لاغتيالات، لأنه إحنا منعرف ولا مرة وقت كانت تتأخر هالقد الحكومات كانت تنتهي. تتشكل على السخن، كانت تتشكل على البيت، بيصير في تحريك للشارع. أنا بخاف أبعد من قصة تحريك الشارع، أنا بخاف من يعني أنه لأنه شهدنا بالسنوات السابقة وما حزب الله فيك تتوقع كل شيء سلبي معه، لأنه هلأ مثل الحدا يلي مستشرس بده يحصل على حقوق. طيب بس ما تنسى اليوم أنه حزب الله عنده علاقات منيحة مع العهد، بالأقل في التحالف الاستراتيجي بيناتهم، عنده مع تيار المردي بيعتبر النائب السابق سليمان فرنجية نور عينه، صح؟ شو بعد عنده خلافات مع مين؟ وعم بيحافظ على الرئيس المكلف سعد الحريري. ستنا بدي لك شغلة، وقت اللي بتوصل الأمور إلى حد نكون أو لا نكون بمعنى الوجودية والكيانية، لأنه معركة حزب الله اليوم هي معركة وجود بالنسبة له، هو معتبر بأنه أنا سلفت كل اللي حضرتك ذكرتيهم، شرفوا ردولي، وكأنه لم يكفيه ما قاله رئيس الجمهورية مرتين، مرة بمصر ومرة بالأمم المتحدة عن سلاح حزب الله. بس رئيس الجمهورية حكي باستراتيجية دفاعية، صحيح، هيدا اللي عم نقوله. نعم. للأسف نحن اليوم القيادة أو الحكم بلبنان أصبح أسير للمواقف السابقة، وبلشنا حديثنا وقلت لك عم بدفعوا تمن لأنه سلفوا كتير وسلفوا حزبه كتير، وهلأ إجا دور أنه يردوا الجميل بهذا الموضوع. حزب الله مش عن عبس عطل حكومات لأشهر لأنه عارف بده يوصل لهي النقطة وبده مين يقف معه. السؤال الاستطراد اللي بينطرح، هل قادر رئيس الجمهورية بعد اليوم أن يقمع حزب الله؟ أنا بشك، لأنه بيعرف أنه في دمار كتير كبير للمؤسسات وللجمهورية اللبنانية. أنا بس بدي لك شغلي، نحن اليوم دبلوماسيتنا بالخارج منا سليمة، في سفراء عم يوصلنا من برا كل يوم خبر، شيء ما بيعطوه موعد مع وزير خارجية، لا يستقبل بهيدي الدولة وزير خارجية إذا راح له. نحن اليوم يعني للأسف بدي أقولك أنه ميشيل سليمان يلي وصفوه بالرئيس الضعيف، أنا كنت شايف في هيبة لرئيس الجمهورية بهداك الوقت، وكنت شوف وفود عربية اليوم كنت شوف القرارات الرئيس القوي منا موجودة. شوفي صار مارق سنتين، حضرتك بتعرفي أنا من أخصامه السياسيين، بس أنا كنت بتمنى لو نجح لأنه بطمن بالي بالقليل على أولادي. نحن من سنتين لليوم نشعر وكأنه لم يتغير شيء، لبل الأمور تعود إلى الوراء. بس كمان بهذا الإطار خليني لك، حرام نحمل شخص مسؤولية كل اللي عم بصير بالتركيبة اللبنانية. بنهاية المطاف لبنان منه رئيس جمهورية لحاله، بس قد ما الوعود كانت كبيرة وقد ما الأمال علقت من 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 خلال التيار يلي بينتمي، نعم، يعني لقلو يلي أسسه،
اوهموا الناس بانه نحن رايحين على شيء كتير كبير، تبين بالملموس انه لا، نحن عايشين بازمه ورا ازمه ورا ازمه، والمواضيع الماليه والاقتصاديه هزت يعني هزت بيوتات الناس. اليوم انت بتعرفي شو صاير عند اللبنانيه، شركات عم تقفلس. امبارح اعلن استاذ محمد شقير انه 2200 مؤسسه اقفلوا خلال الفتره الاخيره. بسؤال اخير قبل ما وصلنا على الاخير، مع انه حديثك جدا شيق استاذ إلي محفوظ، السؤال الطبيعي اليوم لوين بدنا نروح؟ الرئيس يعني اليوم اي متى حزب الله سيفرج عن هذه الحكومه؟ في توقيت محدد؟ لا، ما في توقيت محدد، في اولوياته وفي الاجنده اللي عنده اياها. اذا اليوم قدمنا لحزب الله، او خليني أقول إذا رضخنا كما رضخنا في السابق في السنوات السابقة وإمنا له مطلبه، تتشكل الحكومة فورا، وإلا لن تتشكل. السؤال الاستطرادي، هل نحن سنرضخ؟ كل المعطيات حتى اللحظة بتأكد وبتقول بأنه لا رضوخ، لا استسلام، لا تراجع من قبل على الأقل من التيار السيادي أو من الرئيس، من الرئيس سعد الحريري، لأنه اليوم الريموت كنترول أو العصمة بإيد سعد الحريري، هو بيقدر أو يفرج أو وعنده قوة يضل واقف على هذه المواقف. سبق وقلت لك في عنده ثلاث عواميد أساسية، ركائز أساسية مدعمينه مخلينه ياخد هذا الموقف، واللي بيشوف سعد الحريري واللي عم بيشوف سعد الحريري بيشوفه قديشه كتير بعكس كتير فترات سابقة. عشية تشكيل الحكومة كان عم بيكون عنده قلق، كان عم بيكون عنده خوف، كان عم بيكون عنده تردد. بالعكس اليوم عم نشوفه ثابت ماسك متماسك، منه قادر يعني منه مستعجل على إذا تشكلت أو ما تشكلت حكومة. بالنهاية اللي عم يدفع الثمن هو اللي عم يدفع من رصيده، يلي قال إنه أنا بدي أعمل يعني بدي أعمل نقلة نوعية كتير كبيرة. المشكلة أنا برأيي بطلت عن سعد الحريري، خلي المشكلة بين حزب الله وحلفائه الأساسيين، هن يفكوا العقدة بين بعضهم البعض. نعم، يعني بين حزب الله والعهد. صحيح. طيب، إلى هنا ننتهي يعني حلقتك، عن جد حديثك شيق، يا ريت بعد في شوية وقت بس شو ما نعمل. إلى هنا تنتهي حلقة الليلة من مانشيت المساء. بدي أشكر ضيفي رئيس حركة التغيير الأستاذ إلي محفوظ، أهلا وسهلا فيك. كمان بدي أشكر نائب حاكم مصرف لبنان السابق الأستاذ غسان عياشي على مداخلته ضمن هذه الحلقة. بدي أشكر أيضا فريق العمل، الزميلة كارول كرم والمخرج بيير جامو. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة.